عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم كما كتشوفوا معايا مملحات من عجين واحده. الى بغيتوا تعرفوا الطريقه كما العاده ما عليكم الا تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وندوزوا للطريق المقادير ان شاء الله. وهنايا عندي الدقيق، يعني جوج سلايف ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال خميره حبوب ديال الدار، جوج معالق صغار ديال سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملح، وغنخلطو بالحليب مع الماء. يعني هاد الحليب غنهز الربع الكاس الا ربع ديال الحليب، غنزيد عليه الماء سخون، ويعني على حسب، وتخلطوا حتى يتجانس يتعجن الدقيق ديالكم. كما حيت يعني كما كتعرفوا الدقيق راه فيه اشكال، كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. خلطوا بالكميه اللي قد تكون من الحليب والماء، يعني كنتمنى ان الفكره توصل. كتزيدوا عليه معلقه صغيره ديال الزبده في الاخر باش يتعجن كما كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو، وصافي. وكت كل شيء كيتخلط وكتخليوها ترتاح العجينه على جنب. وهنايا من بعد ما كنوجد العجينه ديالي كنخليها على جنب باش ترتاح، غنوجد الحشوه اللي غنعمر بها المملحات ديالي. خليكم مع التتمه ديال الفيديو، راه كلشي باين، ما تمشيو فين. هنايا عندي معلقه ديال الموطارد، وهنايا كنزيد الزعتر مع العطريه ديال الدجاج. كما كتشوفوا معايا كنزيد التحميره وسكنجبير. هنايا غنزيد من بعد الحرقوم. هنا كنزيد لاكريم فريش، ولا الا ما عندكش تقدري تعاودي بشويه الحليب باش تعطيها، باش دير فيها داك لاصوص ويطيب فيها داك الدجاج وما يجيش ناشف. وفي الاخير كامل كنزيد الربيع. وهنايا بالنسبه للخليط الاخر عندي بطاطا مقطعه طريفات صغار ومسلوقه، لدن تفيمي، الزيتون كحل، والفلفله الحلوه مع البصله مقطعه. هنا عندي الثوم والفرماج غابي وداك الخليط اللي طيبت قبل، وهنايا عندي الفرماج ولا كريم فريش. وخليكم مع التتمه ديال الفيديو، ما تمشيو فين. وهنايا عندي الجنجلان والسانوج ولا الحبه السوداء، وعندي الزعتر. هنايا عندي العجينه اللي حضرتها من قبل، هي استرحت مزيان، يعني غنهزها غنخرج منها الهواء اللي فيها، وغنقسمها غنقسمها على دوائر. وخليكم مع التتمه، راه كلشي باين، ما تمشيو فين. هنايا كما كتشوفوا معايا فاش قسمت كاع الكرات اللي عندي، هزيت الكره الاولى باش سبقت غندير فيها الامبرغر صغيورين.
ونايم. بعد ما كنكور كلشي كنحطهم في الطاوة وكيخرجوا على هذا الشكل هذا. ما كندلكهم ما والو، وخليكم مع التتمه. هنايا دزت الكره الثانيه من بعد ما دلكتها، درت شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا، حطيت عليها هاد المول هذا باش يخرج ليا واحد الاطار مقاد باش ندير فيها لي ميني كرواسون. وهنايا من بعد ما كنقطع بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، المهم العماره كتبقى اختياريه لكل واحد. انا هنايا هزيت فرماج تارتيني هو اللي درت ليه مع العماره ديال الدجاج اللي طيبت معكم من قبل، وغنلويه وخليكم مع التتمه باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. وهنايا من بعد ما كنسالي كاع لي ميني كرواسون ديالي، غندوز الكرة الثالثه وشوف اش غنوجدو فيها جميع. هانتوما من بعد ما كتشوفوا يعني كندلك بالطريقه المعتاده مع الدقيق وهذا باش ما تلصقش ليا العجينه، هزيت هذا الكاس باش ندير لي ميني بيتزا. وهنايا من بعد ما كنقطع كلشي غنرجع من ديك العجينه اونطوندون باش ترتاح. عندي لاصوص طوماط كنهز واحد الفرشيط باش نتحكم فيها كندهن بها، والعماره كتبقى اختياريه يعني تقدروا تعمروا بالطون بالبصلانه، غنعمرها انا. المهم شوفوا العماره معايا كي هي، العماره كتبقى اختياريه لكل واحد. منساوش تقبوها في الفرشيط باش ما تنفخش لكم العجينه، وخليكم مع التتمة. وهنايا من بعد ما كنزيد الزيتون وكنزيد الزعتر، من بعد كندخلها للفران. وهنايا بالنسبة للمملحات باش سبقنا في الأول كاملين يعني الأمبرغور مع الكرواسون، كندهنه بصفر ديال البيض وكنزوقه بالجنجلان ولا الحبة السوداء ولا السانوج، يعني الزواق كيبقى اختياري، التزيين كيبقى اختياري لكل واحد يدير داكشي اللي بغى. وهنايا من بعد ما كنزوق يعني دوك الكواري باش بديت البيتزا مع الامبرغور مع الكرواسون، غندوز الكره الرابعه غندير فيها واحد المملحه اخرى على شكل اخر. خليكم مع التتمه باش تشوفوا كيفاش دايره.
هنا يا من بعد مش كيمشت معايا بالنسبة للكرة الرابعة درت فيها هاد الكرة هذا كورتهم صغي وورين غندير فيها وهسيت هاد الكاس اللي غنحلهم من الداخل كما كتشوف معايا في الفيديو. وبالنسبة للكاس يعني كدوزه في الدقيق باش ما يلقشقش ليكم في العجينة. وهنايا من بعد ما كنسالي الكميه اللي عندي كندوز للعماره. عندي هنايا العماره اللي صايبت من قبل والفرماج مع البطاطا ولادان تفيمي. كما كنقول لكم ديما العماره كتبقى اختياريه لكل واحد. بعد ما كنعمر كلشي كنزيد الفرماج من الفوق والزعتر وكندخلهم الفران من بعد ان شاء الله. وهنايا كناخذ الكره الخامسه باش نوجد فيها المملحه الجايه ان شاء الله اللي غنقطع بواحد القطع. خليكم مع التتمه باش تشوفوا كي دايره. وانا كما كتشوفوا معايا يعني بالنسبه للمملح الخمسه هي هما لي شوسون يعني كما شفتوا معايا في الفيديو كنقطعها بداك القطع باش تعطيني دوك السنينات في الجنب وكنورك عليها بلا فورشيت ولا اللي عنده لا باغيا شوسون راه يقدر يستعملها. يعني هذه غير كفكره وخليكم مع التتمه باش تشوفوا المملحه السادسه. هنايا كنوجد المملحه السادسه وهي على شكل كورنيات ولا دي كلاص. اللي عنده المورا غيستعملو اللي ما عندوش يعني انا كفكره درتهم بلا مول واللي عنده دوك لي مول ديجا واجدين راه كيدور كيقطع عجينة رقيقة وكيدور عليها وكيديروها في الفران حتى تخرج وكيعمر العمارة. يعني هادو بالنسبة للناس اللي ما عندهمش المول. وهنايا يعني كما كتشوفوا معايا الطريقة كنسرحها كنقطع شوية وكندير فيها دوك الشراطي باش تعطيني هاد الشكل هذا. وإلا كيكون عندك الزوائد يعني كتحيديهم و
والكرنة ديالنا كيوجد وكنحطو على جانب بما طابو المملحات الاخرين وغندخلهم الفران ان شاء الله. كندهنهم بالصفر ديال البيض مع شويه الحليب وكنخلي الكرنيات هكا. وبالنسبه لي شوسون انا هنايا زوقتهم بالزعتر. ومن الملحد ديالي من بعد ما كيوجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني عجينه واحده غتخرجي فيها بزاف ديال الاشكال وكيجيو زوينين وراقيين. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر كي جاكم. من هنا لتما كنقول لكم تهلاو فريوسكم الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.